السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. شكرا جدا على المرور الدائم على القناة والتعليقات الجميلة الرائعة كروعة تواجدكم. اليوم إن شاء الله حمل معكم على طلب عدد من الأخوات علاج لمشكلة جلد الوزة، لكن قبل ما نبدأ في الفيديو إذا ما مشتركين في القناة أتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يصلكم كل ما هو جديد. والعلاج ده يناسب لجلد الوزة ويناسب لأي شخص عنده حبوب تحت الجلد أو خشونة في الجلد. وخلونا نشوف إن شاء الله الخطوات. الخطوات هتكون على 3 مراحل، لكن قبل ما نبدأ في الخطوات أحب يعني أقول بعض النصائح أو بعض النقاط مهمة جدا في علاج جلد الوزة أو النقاط تحت الجلد أو الحبوب تحت الجلد. أصلا هي مشكلة جلد الوزة بتجي من البروتينات الزايدة في الجسم، يبقى بالتالي احنا المفروض نقلل البروتينات اللي هي بتكون في اللحوم، نقلل من اللحوم سواء اللحوم او الدجاج، ونقلل من الحليب. خلاص الشيء الثاني نتناول فيتامينات A و E وكمان برضو زيت كبد الحوت، برضو مهم جدا في تحسين مظهر الجلد. خلاص وفي النهاية لازم كمان او في البداية، هي مش في النهاية، في البداية لازم يكون في تصالح مع الذات، لانه ده او تقبل المشكلة، لانه ده بيؤدي الى انك تزعى او انك تزعي في اصلاح البشرة تبعك. طيب الخطوات، نجي نشوف الخطوات اللي هنستخدمها لعلاج جلد الوزة والحبوب تحت الجلد. في البداية لازم يكون في تقشير جاف. يعني شنو تقشير جاف؟ يعني اول خطوة من غير اي مستحضر او من غير اي مكون هنستخدم يا اما المنشفة زي كده، يا اما في قفازات مخصصة بتباع في السوق للاستحمام، تجيبيها وتعملي بيها تقشير للجلد على الناشف. وطبعا ما يعني ما تقشر خالص حتى ما الجلد ما يلتهي، تكون يعني لمدة 10 دقائق في حركات من اعلى لاسفل، حتى انها تزيل لك القشرة اللي بتكون متكونة في الجلد. دي الخطوة الاولى. طيب الخطوة الثانية هنعمل مقشر. المقشر هيتكون لي من ملعقة من جوز الهند، زيت جوز الهند، وزي ما قلت لكم زيت جوز الهند لازم يكون الأصلي حتى انتوا تستفيدوا منه أكبر استفادة. خلاص هنستخدم ملعقة واحدة من جوز الهند، زيت جوز الهند، وملعقتين من السكر مع نقاط من زيت شجرة الشاي. خلاص خلينا نرفع لكم بس زيت شجرة الشاي، شجرة الشاي تشوفوه اللي هو ده، زيت شجرة الشاي، زيت طبيعي. طبعا لازم تستخدميه بحذر، ما تستخدمينه نقاط كثيره، لانه هو في الاساس طبعا بيزيل الحبوب، علشان كده احنا وضعناه في المقشر. هتضعي منه نقاط فقط في المقشر. اجهز المقشر وارجع لكم. هنا هضيف ملعقتين من السكر، طبعا كان يفترض يكون سكر خشن، لكن صراحه ما عندي فهستخدم السكر العادي. خلاص وبعد كده هستخدم نقاط من زيت شجرة الشاي. كده كافي جدا. وبعد كده احرك المكونات كويس جدا لحد ما تمتزج مع بعض ونعمل بيها التقشير. كده خلاص المقشر صار جاهز. وزي ما قلنا طبعا في الاول عملتي المقشر الجاف او التقشير الجاف، تغسلي رجلينك بالماء الدافي حتى انه تفتحي المسام، وبعد كده تيجي تعملي المقشر. تعمل المقشر لمدة 10 دقائق برضو، تكون في حركات دائرية. طبعا المقشر دائما بيكون في حركات، تفركي بين جسمي في حركات دائرية، ويعني ما تفركي خالص حتى انه دائما الجلد بيكون معرض للالتهاب. تعملي بحركات دائرية بسيطة ان شاء الله، وبعد كده تغسليه بالماء الدافي وبعده بالماء البارد. بالنسبة لغسيل او الصابون اللي هتستخدميها، صراحه بجد يعني صابونه الحنه انا قبل كده كان عملتها هنا في القناه، وهانزل لكم الرابط تحت ان شاء الله في الوصف. بجد الصابونه اكثر من رائعه، يعني بتزيل الحبوب تماما الموجوده في الجلد، وبتديكي بياض حتى كمان وتفتيح للمناطق الحساسه. فممكن تستخدم صابونه الحنه للجلد الوزه وللتفتيح. خلاص بعد ما عملتي خلاص المقشر وغسلتي قلنا بصابونة الحنة أو أي صابونة متوفرة عندك بتستخدميها في جسمك، بعد كده تيجي مرحلة
الترطيب، وطبعا الترطيب مهم جدا جدا في إزالة خشونة الجلد وإزالة الحبوب تحت الحبوب تحت الجلد وإزالة الجلد الوزة. خلاص، فطبعا ممكن تستخدمي زيت جوز الهند براو كده للترطيب، أو ممكن تستخدمي أي من المستحضرات التانية أو التالية. عندي كانديس ده جدا جميل بزبدة الكاكاو، رائع رائع جدا. الكاكاو عموما جميل في تحسين مظهر الجلد. أو ممكن تستخدم الفازلين برضو بالكاكاو. وللناس اللي عندهم حساسية في جلدهم ممكن تستخدمي بيبانتين، اللي هو ده بيوجد في الصيدليات. طبعا البيبانتين بيوجد منه كريم ويوجد منه لوشن. لو وجدت اللوشن بيكون أفضل، لأنه بيديكي ترطيب أعمق وأفضل. ده كان الفيديو اليوم، أتمنى إن شاء الله يعني يجيب معاكم نتيجة مرضية. وطبعا زي ما قلت لكم، أي شيء يعني بالذات العلاجات الطبيعية بتحتاج لوقت. وإذا أي حد عندك منكم عنده خبرة أو عنده فكرة أو مستحضر لعلاج جلد الوزة، يا ريت تكتبوا لنا تحت في التعليقات حتى الناس جميعا تستفيد. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.